سلطان أول شيء طبعا اسمح لي يعني وسامحني أنت وعلي يعني بس إنه كمان يعني نحب نحط الجمهور المشاهدين المتابعين تفاصيل أنا أشعر بالذنب أنا أشعر بالذنب والله العظيم سلطان يعني أشارك أنت وعلي إحنا قبل نكون ضيوف إحنا ترى مشاهدين شكرا مستمتعين يعني جدا شكرا تميز اللي صار هذا تعليقك على كل اللي صار الآن اللي صار إنه أنا لفت انتباهي يعني بالتصريح الهلالية عودة الحارثي عودة إن شاء الله عودة الحارثي عودة وكان النادي الهلال الأول في السعودية وصاحب هذه الكؤوس وصاحب التعاقدات بعشرات الملايين يتأمل من لاعب له 3 سنين ما ضمن أساسي أو لم يرجع المستوى وهو مصاب عاد من إصابة ومشاكل إدارية ومشاكل فنية مع كل مدربين النصر تقريبا لم يشركوا أساسي والآن هذا النادي الذي يستقطب عشرات الملايين أجانب ومحليين يتكلم عن عودة وعودة وعودة كان النادي أصبح في مرحلة استشفاء للاعبين من أندية أخرى هذه سياسة أعتقد هلالية غريبة جدا أنا كتبت عنها في الجزيرة أمس وكتبت أنه الإدارة الهلالية أصبحت الآن الأكثر جرأة في مثل هذا الاستقطاب الغريب أيضا لفت انتباهي أن التوقيع تم في منزل أين نادي الهلال؟ يعني أنا استغرب يعني صفقة زي هذه في أخذت الإثارة الإعلامية صفقة احترافية تتم في منزل بستائر وكنب وما فيها ما فيها أي نوع من إنه يا تركي ما فيها أي نوع تحيلك إن هذه صفقة نادي ما فيها أي حس فني ما فيها أي حس احترافي ما فيها أي شيء أيضا غياب صوت المدرب الهلالي أنا في العادة كل تعاقدات الأندية كل العالمية المحترفة والهلال من الأندية الكبيرة والعالمية بإنجازاته المفترض أنه أيضا صوت المدرب يحضر أنا أعتقد أنه الصفقة حقيقة هي صفقة مجاملة لا أكثر ولا أقل مجاملة لمين؟ تلبية لمطالب 2 أو 3 داخل نادي الهلال أنهم راهنوا على هذا اللاعب وغلبوا التيار المعارض ليش ما تكون قناعة؟ أنت ليش ما فسرتها قناعة؟ نأخذها على الجانب الفني 3 سنين ما قدم اللاعب هذا أي شيء كيف أجيبه لأول نادي بالسعودية؟ يعني أنت بالعقل يا تركي بالعقل الله أعطانا عقل أنا ماني ضد ترى سعد لكن إحنا نأخذها بالواقع وبالمنطق وبالعقل 3 سنوات لم يقدم يعني يعني الهلالية ما حسبوها بالعقل؟ بالعقل الفني لا إطلاقا هم ما يعتقدوا أنه 2005-2007 الحارثي سيعود بعد غياب 3 سنوات عن طريق نادي الهلال هم يعتقد أنه نفسيا محطم داخل نادي النصر وممكن الأجواء في نادي الهلال تساعده على البروز هذا اعتقادهم لكن في كرة القدم لا يمكن أن تتنبأ بمثل هذه الأشياء خاصة أنك أنت نادي كبير أنت نادي زعيم ما أنت نادي جاي تجرب أو جاي تراهن على لاعب أو يمكن ما أدري وشلون أنا أعتقد أن الصفقة يعني دخلت إلى مبدأ رخيص وكويس رخيص وكويس؟ إيه طيب علي إيش رأيك في حديث سلطان المهوس؟ والله شوف تركي يمكن إلى حد ما يعني ممكن أتفق إلى حد ما مع رأي ورؤية الزميل سلطان لو قيست الصفقة من يعني منظور الاحتياج الفني للاعب وأيضا من حيث منظور رغبة الإدارة الهلالية أو الجهاز الفني الهلالي يعني لاعب غائب 3 سنوات عن أداء يعني أداء الفني المعهود يعني لم يلعب أو شارك مع نادي إلا في لما ندر من المباريات ولم يكن بذاك الثقل الفني اللي ممكن يحتم على الإدارة الهلالية البحث في يعني دهاليز هذه الصفقة وتقديمها كهدية للجماهير الهلالية ولكن خليني أخذ الجانب المضيء من الصفقة ربما يكون لدى الإدارة الهلالية أو رغبة في إيجاد يعني نوع من المناخ الإيجابي للاعب سعد الحارثي بحكم أنه سعد كان في يوم من الأيام لاعب نجم يصنم من السوبر ستار في المنتخب السعودي عام 2007 وبالتالي حينما تتاح له الفرصة للدخول يعني معه في مفاوضة من هذا القبيل فربما كانت الأجواء الهلالية أو الفكر الإداري بصفة عامة أو حتى ثقافة وفكر رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن سعد سبب رئيسي في انتشال علي. سعد الحارثي من ما هو عليه الآن يا ولكن علي في نقطة علي إذا سمحت لي يا علي تسمح لي علي تفضل اترك فضل. يعني اترك يا علي انه سعد يلعب لنادي النصر خلنا نتخيل سعد يلعب لاي نادي اخر ونفس الظروف اللي فيها سعد لا سلطان خلي اترك اشوف اترك جانب النادي النصر اترك انه يلعب لنادي النصر واترك انه اعلامه وما اعلامه واثاره وكذا خلنا نتحدث بالمنطق لا اذا كان في نادي اخر ما تحدثت عن هذا الجانب
أنا شو سلطان، أنا ما تحدثت عن هذا الجانب، أنا بالعكس، أنا إذا كانت النظرة على سعد الحارثي إنه لاعب نصراوي وكل هذا يعني هذا الهيلمان الجماهيري والإعلامي على إنه النصر أو الهلال كسب صفقة نصراوية، أعتقد إنه نظرة قاصرة تماما. أنا أتحدث من منطلق يعني آخر تماما، إنه بالمنطق وبالرؤية الموضوعية إنه سعد الحارثي فنيا لم يكن بذيك القيمة التي من الممكن أن يبحث عنها فريق زي ما تفضلت فريق الهلال، صحيح. اللي هو لديه القدرة المالية أنه يجلب عشرات اللاعبين بما يفوق سعد الحارثي. ولكن صحيح. أنا أخذ جانب مهم جدا، أنه في ظل يعني تراتبية هذه الصفقة اللي تمت بين الهلال والنصر، كانت اللغة الرسمية من قبل الإدارة النصراوية ومن قبل الإدارة الهلالية جدا يعني لغة راقية، يعني أتيحت الفرصة لسعد الحارثي يعني تحقيق مبتغاه في هذا الانتقال. إدارة النصر الأمير فيصل بن تركي تحدث وقال قدمنا له العرض اللي يتناسب ورؤية الإدارة النصراوية ورفض اللاعب، وبالتالي هذا احنا في زمن الاحتراف، زمن الاحتراف عرض وطلب، وبالتالي أعتقد في مجمل الأحوال إنها فرصة سانحة لسعد الحارثي، وهو المستفيد الأكبر، المستفيد الأكبر في حالة ما إذا نجح زي ما تفضلت في أول اللقاء، إنه نجح في تقديم مستوى يعني يرد فيه على الجميع. حتى يمكن رأيي أنا ورأي الزميل سلطان، يعني يمكن أنا سبق إني قلت رأي تركي معك في أكثر من برنامج، على إنه سعد الحارثي ومالك معاد وصلوا إلى مرحلة ما يعد بالإمكان أن يعني يقدم أكثر مما قدمه، ولكن أتمنى أن تكون هذه التجربة الاحترافية وهذا المناخ الاحترافي المتجدد لسعد الحارثي حافز جديد يستعيد فيه سعد الحارثي نجوميته كلاعب منتخب كلاعب دولي، وبالتالي يكسب الرهان، لا سيما وإن كل الظروف يعني سانحة لسعد الحارثي بأمانة، يعني لأنه الهلال، وأقول الكلام هذا ليس مجاملة ولا مداهنة، أقولها بمنطق مدعم بلغة واضحة من خلال سنوات مضت، مناخ الهلال مناخ قادر على أن يصنع اللاعب العادي ويصنع منه نجم، يعني حينما يحط سعد الحارثي في مكانه بين يعني في القمر وبين النجوم، فأعتقد أن هذه فرصة لسعد حتى يستطيع أن يستعيد توهجه ونجوميته من جديد. أيوة تركي، ترى هذا لا يعني أنه إحنا ننتقد واقع صفقة ليست لسعد أو كذا، هو واقع فقط لا غير. أما أمنياتي أنا الشخصية في هذه الليلة المباركة ليلة عاشوراء بأن الله إن شاء الله يوفق سعد بإذن الله، ما هو المقصد أنه والله إذا والله أخفق سعد مستقبلا إن شاء الله ما يحصل، أنه والله نقول إيه قلنا أو تكلمنا أو انتقدنا، لا بالعكس، لكن إحنا نتكلم عن واقع حقيقة، إذا صدق هذا الواقع فبيهون، إن ما صدق فهو هذا أمنياتنا، أتمنى لسعد كل التوفيق والنجاح. طيب كم راح الفاصل، بس أنه صحيفة شمس قالت قبل كم مباراة نصر الهلال تؤكد سعد الحارثي هلاليا بدءا من يناير، يعني في وقت كانت الأنبات تقول أنه في مفاوضات وأن النصر يمكن يوقع ويمكن لا، لو في زميلة لنا اسمها عبير العبد الله كانت متداخلة مع برنامج رسالة في القناة الرياضية قبل يمكن شهر وشوي، وقالت أن في عضو شرف هلالي سينقل سعد إلى الهلال، ما حد صدقها، ما حتصدق الله. الحين طلع الخبر صحيح. روح الفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.